بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. طبعا انتوا قلتوا لي احنا عايزين مكان يكون للديكورات والحاجات اللي هي على العيد بقى وكده، ويكون أسعاره برضو كويسة وقريب من منشية. لقيت الحقيقة هنا المكان، احنا فين بالظبط؟ في المنشية في السوق الفرنساوي عند أبو شادي، صح كده؟ السوق الفرنساوي سهل جدا، عند سنترال المنشية في وشه على طول، صح كده؟ هنشوف دلوقتي ايه الحاجات اللي موجودة والديكورات اللي موجودة كده وأسعارها. طب تعالى كده قول لنا كده، الفازة مثلا دي بكام؟ 65. دي أي واحدة فيهم بخمسة وستين؟ ده شكلها اهي. وفي بقى حاجات تانية. وبالنسبه للتابلوهات دي ايه؟ بكام بقى؟ 85. اي تابلو ب 85؟ الكبير والصغير ب 65. الكبير والصغير ب 65. بصوا يا جماعه، لسه هفرجكم على حاجات تانية ان شاء الله. اهو ده، دي اشكاله. في كمان دواسات انا شفتها لفتت نظري، الدواسه دي بكام؟ دي ب 75. في الوانها ولا هي سودا بس؟ في اشكال. فيها اشكال؟ هي تبقى سودا بالشكل اللي في النص بس. طب ممكن نشوف اشكالها؟ دي اشكالها مثلا اهي، اي واحده فيهم بخمسة 75. تمام. ودي قلنا اللي هي الفازات دي. الساعات بقى بكام؟ اي ساعه ب90. اي ساعه ب90 اهي. بصوا الساعات، اوريكم عليها. في اشكال تانية منها والتابلوهات. ماشي. ودي التابلوهات اهي يا جماعه اللي قلنا عليها، التابلوهات اهي. دول تلاتات؟ بكام بقى التلاتات دول؟ ايوه هم ب 65؟ ماشي. ب 65 وخمسة وكام؟ 80. اهو تلاتات، يعني بيبقوا الصورة بقى. ايوه بتبقى الصورة بتاعته. عايزة افرج بس الناس اهو، يعني مثلا زي ده كده، دي بتبقى الصورة بتاعته. تلاتات كده ايه جنب بعض. دي اشكالها عشان لو عايزين نجدد بقى، كل سنة وحضراتكم طيبين على العيد وكده. في كمان فازات كده صغيرة واشكال. دي مثلا بكام دي الفازة دي؟ 150. التلاتة ب 150، ده الطقم على بعضه يا جماعة، التلاتة ب 150. والبستاش طبعا نفس السعر. وادي الروز اهو بتاعه كمان. في برضو اشكال زي دي، دي مثلا بكام؟ نفس السعر. 150 برضو؟ التلاتة دول ب 150. تعالى افرجكوا على شوية حاجات حلوة، ولسه بإذن الله هنتفرج على حاجات تانية. ادي الألوان اهي اللي 250. دي ب 250؟ واللي جنبه 275. ودي ب 275. في الشيف بقى، او في اهو حاجات تانية اهي برضه افرجكم عليها. في الشيف ده مثلا، الشيف ده بكام؟ 130. ب 130. تمام. واللي فوقيه ب 140، ده الشيف. تمام. وبالنسبه بقى للفازات دي، 65. اي فازه من دي ب 65؟ دي ايه بقى دي؟ ازاز. ازاز؟ تمام. اهي بصوا، في شويه حاجات حلوه جوه المحل. هفرجكم برضو على بره المحل في ايه ان شاء الله. خليكم بقى معانا، بس ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. في برضو حاجات كده برضو، دي برضو ازاز. دي بكام؟ ده طقم 3 ب 150. برضو ب 150، ده طقم 3. اللي فوقيه ده ب 250، اللي هو اللي بيلمع ده. ده وده، وده ب 150 برضو. تمام. والحاجات فوق خالص 150، واللي فوق خالص ده 150 اهو. تمام. ودي 85. هي واللي تحت، اي حاجه في اللي تحت دول ب 85 اهي. اشكال. تعالوا بقى كمان بره، واللي هي على الفخار دي شكلها شبه الفخار بس هي مش فخار. دي بكام؟ دي 35. 35. بصوا يا جماعه، هنا بقى بره على الفرش في شويه حاجات ياما قوي، يعني عايزه افرجكم ده كله. في حاجات شفناها جوه وفي حاجات بره اهي. يعني مثلا ال 35 دي ب 35، معاها الصندوق بتاعها ما معهاش. دي ب 35، عايزه افرجكم على اشكالها. بصوا اللي هو كان عندكم يعني. تمام. دي اشكالها يا جماعه ب 35 اهي. تمام. وبتاعت المفاتيح دي 35 برضو شكلها. وفي شكل تاني كمان، دي ب 25، دي اصغر بقى. في منها على بني وفي منها اللون ده. اتفرجوا برضو على دي، على الوانها وكده اهي. وفي بقى حاجات تانية بقى برضو للديكور حلوه قوي. في اللي هي في اللي هي العلاقه دي، دي فيها ثلاث. بكام دي؟
35 دي فيها ايه بقى؟ ممكن اشوفها؟ بصوا فيها الله اكبر الله اكبر وتطمئن القلوب، فيها 4 ب 35 مش كده؟ وطبعا في منها ايات بقى وكلمات كلها ايه، وده الورد ب10، الورد اي واحد فيهم ب10. وطبعا التابلوهات دي ما شفناها، ما عرفناش بقى اسعارها، دي متبروزه ب 25 اي واحد. وريني اشكال كده. اثنين تمام. والحاجات اللي هي بقى دي ايه؟ الطفايات كلها واللي هي مكتوب عليها ايه دي؟ ب 25. بصوا دي على شكل ورقه كوتشينه وطفايات بقى. والتابلوهات دي احنا قلنا بكام؟ 5.8 والصغير 5.6. ايوه. في كمان ده بقى عباره عن ايه؟ تقومه حمام اللي بتحط فيها الصابون وكده، دي بكام؟ 150. ده شكلها يا جماعه، بصوا الاشكال بتاعتها. وفي كمان حاجات حلوه قوي على فكره، عايزه افرجكم عليها عشان ايه؟ انتوا قلتوا لي تعالي المنشيه، جيت المنشيه اهو. في كمان اهي، احنا قلنا دي ب 85، دي اشكالها اهي 150. سوري معلش، 150. واللي هي الاطباق اللي احنا قلنا عليها دي جوه مش كده؟ اهي باشكالها. والفازات اهي. امال المرايه دي بكام؟ 55. دي يعني مكبره مش كده؟ اهو يا جماعه. وفي كمان حاجات تانيه وفازات تانيه، عايزه اقول لكم ما شاء الله يعني في حاجات كتيره. فالحاجات دي كنت عايزه افرجها لكم علشان لو عايزه تجددي او تغيري في بيتك او كده. ادي دي الاشكال كلها زي ما قلنا. بصوا الفازات دي بيبقى طقم كده على بعضه تمام. والفازات البيضة بقى دي بكام؟ اللي هي الازاز 100 و140. ب100 و140. في جنبها البونبونيره 150 تمام. طبعا احنا قلنا على اسعار الحاجات دي. في كمان فوق اللي هي طبق الفاكهه بكام؟ اي واحد فيهم ليه بقى؟ هو خمسه كيلو مثلا او كده. كريستال كريستال، بصوا شكله ب 350 يا جماعه عشان كريستال تمام. منظر بقى كده اخير اهي، معظم الحاجات اهي، دي اشكالها اهي. دلوقتي هنتفرج على كذا تابلو كده عشان تبقوا عارفين شكلها. بصوا دي مثلا منظر بنوته اهي اهي، ايوه ده مثلا شكل تاني. احنا قلنا دول 25. بصوا بيتعلق فين اللي بيتعلق منه بقى؟ اهي من ورا كده حاجه بتعلقيها منه اهي. وبعدين بصوا الشكل ده كمان، خليه شويه بقى، ده شكل بنوته كده يعني، واضح ان هو بصوا يا جماعه يناسب اي اوضه في البيت. يعني عايزه اوضه مثلا اطفال، سفره اهو. بصوا الله، وريني ده. ده بقى بصوا ده شكل مش اسلامي بقى. بصوا المنظر ده ب 25 بس، حلو ده. بصوا الشكل وجماله، انا عايزه اصلا بحب الحاجات دي جدا يعني. اهو الورود اهي، اللي عايزه ورود وهاتها اهي. ماشي، ادي طفله برضو. وفي اهي اشكال اهي، اشكال حلوه جدا للتابلوهات يعني، حاجات مختلفه وكمان درجات الالوان بتاعتها مختلفه اهي. تمام اهي، بصوا الاشكال، كل دي اشكال موجوده. كل دي يا جماعه الاشكال الموجوده فرجتها لحضراتكم. بصوا الوان واشكال، حاجات كلها تنفع لتجديد البيت ان شاء الله على العيد. ربنا يا رب ان شاء الله كده يعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات، اللهم امين. حاجات كلها اهي قدامكم. قبل بقى ما نمشي، كل الحاجه اهي موجوده. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، جبت لكم كل حاجه بالاسعار. احنا ما رحناش بعيد، احنا دلوقتي في السوق الفرنساوي في المنشيه، قدام سنترال المنشيه. هتقولي فين بس السوق الفرنساوي؟ المحل اسمه محل ابو شادي،
اتمنى منكم اللايك والاشتراك، واهم حاجه الدعوه الحلوه وكومنتاتكم الجميله، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.